صباح الخير مشاهدينا، منطل عليكم بحلقة جديدة من كافي بريك. مثل العادة معلومات جديدة وأخبار جديدة غنية رح نكون عم نطل عليكم فيها بحلقة جديدة مميزة بفقرات غنية وجديدة. مثل العادة بتشاركني الحلقة زميلتي فابيان حنوش. هاي فابيان. هاي لارا، كيفك؟ منيحة، أنت كيفك اليوم؟ اليوم بجنن لأنه ناطرني فقرة جديدة حضرتيها حضرتيك عن القوانين حسب ما فهمت. مزبوط، نحن رح نحكي اليوم عن القوانين الغريبة بفقرة جديدة رح تكون وهلأ رح نشوفها، ورح نشوف أي بلد رح نحكي عنه اليوم، لأنه كل حلقة رح نجرب نتناول القوانين بكل البلدان. يعني عن جد ناقصنا هيدا الشيء، نحن ما بنعرف عن قوانين بلدان غيرنا، فميرسي انك عم تعطينا هيك معلومات لنستفيد فيها. هلا رح نشوق المشاهدين لحتى ينطرونا ليشوفوا شو رح نخبرون. يلا بنبلش الحلقه؟ اكيد. يلا بدنا نذكر انه اعلنت منظمه الامم المتحده للتربيه والثقافه والعلوم انه 8 حزيران هو يوم عالمي للمحيطات ابتداء من 2009. يعني فابيان من عام 2009 كل 8 حزيران بنكون عم نعيد فيه اليوم العالمي للمحيطات، لانه المحيطات بتغطي تقريبا ثلثي سطح الارض وبتوفر كثير قصص غذائيه لالنا وطاقه مياه مثل ما بنعرف وموارد معدنيه، فهي مكون اساسي لنظام المناخ الارضي، ما فينا نستغني عن المحيطات ووجودها. مشان هيك حبت منظمه الامم المتحده انه تكون عم بتعين لها نهار مميز لنكون عم نعيد فيه، لنكون عم ننتبه يعني بيئيا، يعني يمكن هذا الهدف منه انه نجرب ننتبه للمحيطات ما نلوثها. هذا الهدف. صحيح. يمكن من هذا صحيح 100%. احنا مثل ما بنعرف مشاهدينا نحن بنضوي على هيك ايام بهدف التوعيه من التلوث. في عنا يوم عالمي تاني ب 13 حزيران قررته كمان منظمة الدول العالمية انه هو يوم للتوعية حول المهق. نحن ما كتير منعرف عن المهق، رح كمان نحكي عنه بالفقرة الجاية. وأعلنته ابتداء من عام 2015 صرنا نعيد هيدا النهار كل شخص مصاب بمهق. المهق او الالبينيزم اللي بالانجلش يعني. صحيح. اللي بنحكي عنه، واللي هو مثل ما شفنا الصوره الاشخاص اللي بتكون بشرتهم او بيكون في فاقدين لماده معينه بجسمهم. صحيح. بيكونوا فاقدين لماده معينه بجسمهم ورح يكون عم نحكي فيها بالفقره الاولى مع شيء معين عن لون الالوان. نحن ما بنعرف فابيان ليش لون الواننا هيك ليه بتختلف عن بعضها، فرح نبلش ونحكي عنها. ردي؟ ردي. فقرة ساينس يعني. صحيح، فقرة ساينس اليوم نحكي فيها عن اختلاف الألوان، ألوان العيون وعن المهق مثل ما حكينا. لكن رح نبلش مشاهدينا، اختلاف ألوان عيوننا ناتج عن مادة أساسية بالعين اسمها الميلانين، بتكون يا إما بتكون زيادة بعيننا يا إما بتكون قليلة. إذا كان صبغة الميلانين قوية وغامقة بعيوننا، هيدا الشيء بيعني انه لون عيوننا رح يكون غامق، يعني يا البني الغامق يا البني الفاتح. اما اذا كانت نسبة الميلانين بعيوننا كتير نسبة قليلة، فالوان عيوننا بتكون ميلة لازرق او اخضر، الالوان الفاتحة اللي بنعرفها فابيان او العسلية حتى. فلون العيون الزرق بيحتوي مثل ما قلنا عن اقل نسبه ميلانين بالبشره، والمعروف انه عن عمر 3 سنين الميلانين ببلش يخف بالعين. يعني مشان هيك اوقات بنلاحظ عند الاطفال انه يمكن عينهم بتكون افتح قبل 3 سنين بتبلش تغمق لون عيونهم، يعني نسبيا يعني العين من بعد 3 سنين بيثبت لون العين. حلو. هذا الشيء ما كنا نعرفه مثلا، انا حبيت هيك ابقى بعدين دقق بلون عيون ولادي لاشوف كيف رح يطلع بعدين. مزبوط، ما كنا منتبهين لهيدي النقطة. مزبوط. اما بتتغير الالوان حسب الطبيعه المناخيه والبلدان، يعني مثل ما بنلاحظ مشاهدينا دول الاجنبيه خصوصا مثلا بروسيا كلهم بيتميزوا بلون عيون زرق مثل ما بنعرف فابيان. هيدا الشيء كمان بيعود للجغرافيا المكونه هونيك بالبلد وللجينات المكونه هونيك، مثل كمان ما بنلاحظ انه بالدول افريقيا
الالوان العيون تقريبا كلها بني غامق. هذا الشكل كمان ناتج عن الجينات بهيدا البلد وطبيعه هيدا البلد الجغرافي. ونحن عنا بلبنان مشكلين مزبوط مثل العاده، نحن كل شيء بنتشكل. اما اللون الاخضر بشكل 2% من العالم، يعني عندنا نسبه الاشخاص اللي بينتموا لعيون الزرق لعيون الخضر عفوا 2% من العالم. اما من العالم بكل العالم نحن عم نحكي مزبوط، يعني بشكل 2% من كل العالم عيونهم خضر، واكيد في اللون الاخضر الغامق واللون الاخضر الفاتح. اما اللون الازرق فبشكله 8% من نسبه العالم. لون البني او العسلي هو الاكثر بالعالم ونسبته حوالي 55%. يعني انا وياك فابيان من الجزء الاكبر بالعالم. لا انا بالاصل زرق. انت بالاصل زرق؟ تغيروا من كم سنه؟ انا حتى لانسز اوكي. على فكرة اللانسز لها تأثير كمان كتير كبير على عيننا، وبننصح المشاهدين ما كتير يستعملوها، أو إذا بدهم يستعملوها يكونوا عم يستشيروا حكمائهم الطبيين. يعني رح نكمل ونقول إنه برأيك فابيان في تواجد لعيون سود؟ سود نحن دائما بنقولها بنذكرها انه هيدا عيونه سود، بس انه انا بفتكر انه بني غامق. في اسود اسود؟ ابدا ما في اسود، يعني على طول بنسال حالنا الجواب انه ما في ابدا الوان سود. مثل ما عم نشوف بالصوره هن بني غامق كثير ميلين للاسود، بس هن منن اسود كرمال المشاهدين يعرفوا هيدا الشيء. في عنا عيون غريبه فابيان ما بنعرف فيها، انا اكتشفتها. في عيون اللي بيسموها الحمراء الوردية، وهي حالة نادرة كتير بالعالم. مثل ما عم نشوف بميل لونهم للون الأحمر، ومثل ما حكينا عن المهق هن كمان من حالات المهق النادرين. يعني الأشخاص اللي بيكون عيونهم لون أحمر مثل ما شفنا بيكونوا مصابين بالمهق. أوكي. كما أنه في عنا العيون الكهرمانية، هي مزيج من العيون العنبر والبندقية، وهي عبارة عن اللون البني الفاتح. مثل ما عم نشوف بني فاتح فاتح، حتى فيه لمعة أحمر بالأول. هول كمان عيون كتير نادرين فابيان. عن جد نادرين، يعني تفاجأت فيهم هالمعلومات. بعد عنا لون معين نادر، هيدي أكيد رح تتفاجأ فيها، اللون البنفسجي. اغلب المصابين مثل ما عم نشوف، اغلب المصابين كمان بالمهق بيكون عيونهم بنفسجيه مثل ما عم نشوف، وهو انعكاس للضوء على الاوعيه الدمويه. يعني بيكونوا هن وصغار عانوا من ضوء كثير قوي والاهل ما كانوا منتبهين فبينصابوا بهيدا اللون العيون. هلا يمكن مش منتبهين، بس ما بعرف اذا طلع شيء حلو، يعني لانه شيء كثير غريب. هن اكيد مميزين بمحل معين، وبس هو ما انه هذا الشيء صحي، يعني هن لازم يكونوا عم يتابعوا حكيم لانه ممكن ينفقد بصرهم. بيأثر عليهم كمان. نعم. رح نكمل ونقول انه تغيير لون العيون منه خطير، ولكن نحن يعني اذا بدنا نغير لون عيوننا، بتعرفي في اشخاص بيروحوا بيغيروا لون عيونهم، هو منه خطير بس عنده اسباب معينه. بيجي حسب الجينات. يعني انت بتقدر تغير عيونك اذا جيناتك بيسمحوا لهذا الشيء. مش لانسز عم نحكي، مش لانسز عم نحكي، بصريا. في عندك المصابين باعاقه بيقدروا نوعا ما يكونوا عم بيغيروا لون عيونهم. يعني اللي ما بيقدروا يقشعوا، ما بيقدروا يشوفوا، فيهم يغيروا لون عيونهم. صحيح، وممكن يكون لها ايجابيات، بس هيدي قصص كثير نادره. كمان تناول الادويه المعينه للعيون، مثلا بس يكون عندنا امراض مثل عين الزرقاء، كمان بتاثر على تركيبه لون العيون، واكيد الاطباء هن بيفسروا هيدا الشيء. رح ننتقل ونقول انه نحو 6000 شخص بالعالم هن بيتميزوا بالوان، يعني عندهم عينتين مختلفين الالوان. مثل ما بنعرف فابيان في اشخاص بيتميزوا عندهم عينتين بس كل عين بلون، مثل ما عم نشوف حدا لونه ازرق حدا لونه اخضر. وهيدي نسبه الاشخاص هي 6000 شخص من بالعالم، يعني حوالي 42 مليون من اصل 7 مليار.
في عندهم هيك عيون مختلفة بيتميزوا بلونين. أنا بعد ما التقيت بهيك أشخاص. أنا التقيت. في عنا جارتنا هيك. حلو. أصلاً بيذكروا بالدراسات إنه أغلب الأشخاص اللي بتتغير يعني عندهم لونين مختلفين هن الكبار بالسن. بيوصلوا إنه بيوصلوا إنه يصير معهم هيدا الشيء. وفي مشاهير من هول المشاهير اللي بيتميزوا أليس إيف. مثل ما عم نشوف بالصورة بتتميز في عندها عين خضراء وعندها عين زرقاء. في كمان هنري كافل وميلي كونس. يعني في مشاهير بنعرفها كمان معروفة بهيك قصص. مش منتبهين لهم لهيدا الاختلاف. صحيح. هلا رح انتقل واحكي شوي عن المهق مثل ما ذكرنا بالمقدمة. المهق هو مثل ما شفنا شخص بيكون بشرته لونها كتير وردية أو بيضاء. لون شعره أبيض وبيعاني من يعني هول القصص بيجوا ناتجين عن مرض بالجلدة من تكوينه ببطن أمه. وهذا الشيء مثل ما قلنا سبب لاختلال الميلانين بالجينات وهو كمان عامل وراثي. يعني أغلب الأشخاص اللي بيخلقوا هيك بيكون في عامل وراثي موجود بأهلهم. هن صنفوا بالعالم مشان هيك صار عندهم يوم عالمي مخصص لهم لانه هن مصابين بمرض معين. هو منه مرض خطير بس يعني مميزين عن غيرهم وعندهم فقدان لنوع معين بالبشره لازم يكونوا عم يتعالجوا فيه. هذه فكرة ساينس كانت كتير هيك غنية عن جد بالمعلومات الجديدة يمكن ما كنا بنعرفها. صحيح. ففكرة كتير حلوة. وهلا بننتقل لفكرة traditions and cultures. yes. يعني رح تخبرينا عن كم اليوم تقليد هيك نحكي عن فيه. عن 6 تقاليد تقريبا. رح نحكي عن تربية الأطفال بالعالم، بعض المبادئ بتربية الأطفال، في قصص غريبة بالبلدان ما بنعرف عنها، حلو نكون عم نعرف عنها. رح نبلش مشاهدينا ونحكي عن الناروج. بالناروج في عندهم عادة معينة انه الاطفال بس يصير عمرهم تقريبا سنة بيكونوا عم بحطوهم بعربة النوم وبيناموا برا بالهواء الطلق. مثل ما بنعرف بالناروج سقعة فبيان بيناموا برا وهيدا الشيء تقليد عندهم بدل انه الهواء النقي والبارد بيجعل الطفل يكون اكثر هيك يعني بيتلائم مع الطقس البارد بيكون هيك مقاوم لكل الامراض. بيعودوه من هو صغير يعني. مزبوط بيعودوه من هو صغير بهيدي الطريقه انه يقاوم كل الامراض. حلو. رح ننتقل ونحكي عن بيكانا. ببيكانا القصاص الام بس بدها تقاصص ابنها فابيان بتكون ما عم تطلع ابدا بعيونه. واكيد بتحكي بلهجه قاسيه وهيدا الشيء بدل على انه يكبر الولد وعطول يتذكر انه النظرات لهم كثير اهتمام. يعني الشخص بس ما يتطلع فيك يعني هو بيكون زعلان منك منه راضي على التصرف اللي انت عم تتصرفه فبيبلشوا من هن وصغار ياسسون على هيدي الطريقه. حلو. يعني قصاص غريب ما بعرف اذا نحن كنا نلاحظها نحن وصغار اذا اهالينا هيك كانوا يعودونا. لا الهيئه اللي ينحكى فيها يعني هيدا الشيء بيتبعوه كلهم بالمنطقه هونيك لحتى يقدروا يوصلوا هيدي مثل ثقافه يعني عندهم اياها. صحيح ثقافه مثل ما بنعرف يعني كل بلد بتمتع بثقافه معينه بالاكل بالتربيه بكثير امور وهيدي عاده اساسيه عندهم بيربوا اجيالهم عليها. رح ننتقل هلا ونحكي عن الاطفال عند الارمن. معروفين بطقوسهم وتقاليدهم انه الطفل بس يصير تقريبا بعمر سنتين او ثلاثه بتعرفي هيدا العمر اكثر شيء الاولاد ببلشوا يكتشفوا فيه الالعاب فبيحطوا لهم مجموعه العاب وبس يختار الطفل نوع معين مثلا اذا كانوا حاطين كاميون حاطين قصص للاطباء حاطين كذا شيء اذا مثلا الطفل اجى اختار وشي خاصه بالطب بيعتبروا انه هيدي هي مسيرته المهنيه لبعدين يعني هيدا الطفل رح يصير مثلا طبيب او يختار شيء بهيدا المجال فبيربوه على هيدي العاده بيزرعوا عنده هيدا الحس. ما بنعرف اذا هيدا الشيء يعني صحي ولا لا بس يعني انه يمكن عم بيساعدوه بطريقه معينه للولد لحتى يقدر انه يوصل
لا يعرف حاله، يمكن يقولوا له يخيروه وين بده يمشي. اوكي، راح احكي عن الدنمارك اخر شيء. على الدنمارك بس يبلغ الطفل عمر 3 سنين بيشيلوا له التتين وبحطوه على الشجره، هيك بيكون عم يتخلى عن هيدا الشيء بهالطريقه. حلو. غريبة شوي. yes. خلصت فقرتنا لليوم traditions. يعني رح ننتقل هلأ للفقرة الثالثة اللي هي القوانين الغريبة بالعالم. مثل ما حكينا شو الهدف منها لارا، هي انه هي غريبة لغريبة لانه غريبة عنا، وكمان لحتى نشوف كيف بعض الدول هيك بينبشوا على اشياء صغيرة لحتى يقدروا يريحوا يمكن مواطنينهم عندهم. وكمان يمكن ضروري نعرف هيدا الشيء مشاهدينا، لانه اوقات منسافر ومنكتشف انه يمكن نحن تخطينا قانون معين من دون ما نعرف، فحلو كمان نتعرف عليهم. اليوم رح نحكي عن استراليا ورح احكي عن 5 قوانين. رح بلش اول شيء، قد ايه بيصير في ازعاج اوقات بنكون قاعدين وبيصير في ازعاج من اصوات وتنظيف، بنسمع هيك اصوات تنظيف بمكنسه او مكنسه كهربائيه من الجيران او ما بعرف من حيال مطرح. فباستراليا اوجدوا قانون بيمنع استخدام المكنسه الكهربائيه بعد 10 مساء وقبل 7 الصبح وقبل 9 بالويك اندز. والشرطي في يسأل انه يتوقف الشغل، واذا رفض بيندفع 18,655 دولار، مع 4,600 دولار يوميا اذا تكررت. يعني ليك هيدي القانون قد ايه غريب وقد ايه ضروري يمكن وين ما كان، لانه ده كل العالم بيتعرضوا لهيدا الشيء. القانون الثاني اللي راح احكي فيه هو شرب الكحول المفرط، واللي هيدي نقطة كمان كتير مهمة. يعني بنعرف الشرب المفرط للكحول قد ايه بيأذي الشخص وقد ايه بيأذي يمكن الأشخاص اللي ممكن يلتقى فيه، إن كان بالحانة يعني هيدي أكتر شيء للحانات، وكيف ممكن يأذي إذا بسويقته عمل أكسيدان. فكرمل هيك كمان بأستراليا في قانون بيمنع شرب الكحول المفرط في الحانات والوصول للسكر الشديد، وإلا في غرامات كمان باهظة. ثالث نقطة أو ثالث قانون بالأعراس أو بالحيلة، إذا كان في دفن أو إحدى الخدمات الدينية، إذا حدا لارا تحمس زيادة عن اللزوم وصار يعطي أصوات، أو إذا كان شربان كحول زيادة، كمان بأستراليا في قانون بيمنع هيدا الشيء وبيخلوه يدفع للشخص إذا عمل ضجة أو انفعال غريب 10,000 دولار، وممكن يوصل لسنتين سجن. يعني الواحد بيكون ممكن عم يتحمس زيادة فبصير بالحبس لسنتين. القانون الرابع اللي رح نحكي فيه هو شوي غريب، بس من سنة 1946 وبعده ما كتير معروف شو سببه، بس هو ممنوع بأستراليا وخاصة بغرب أستراليا أنه يكون حدا معه بالسيارة 50 كيلو بطاطا. هلأ ما بعرف ليه بده يكون معه بطاطا هالقد، بس قايلين أنه ممنوع، والشرطة فيه يوقف السيارة، وإذا كانت أول مرة بيدفعوه 2,000 دولار، وإذا تكررت ممكن يصير في دفع 5,000 دولار، إلا إذا كانت من ضمن شركة بطاطا أو إذا كان أخذ إذن لهيدا الشيء. هلا يمكن يكون هذا القانون لحتى يحموا النشاط التجاري للبلد، يعني كرمال هيك عم بيفكروا بهذا الموضوع. خامس قانون هو كيف لحتى يحطوا الحد من الاحتيال، ممنوع استخدام كرة الكريستال حتى يخبروا الناس الحظ تبعهم، وهذا الشيء يعتبر من السحر ومن الحيلة حتى يحصلوا على المال، فكرمال هيك ممنوع حدا يستعمل الكريستال بول. هذه فقرتنا، ودائما بنوعد المشاهدين انه رح يكون في كل مره نحكي عن بلد معين لحتى نخبرهم عن القوانين الغريبه. ننتقل للفقره الرابعه اللي هي اجريكلتشر، كمان اليوم هيك شوي مهضومه. يمكن تسالوني مشاهدينا ليه عم بحكي عن هيدي الخضره اللي يمكن الموجوده كثير، هي السمر سكواش واللي هي القرع الصيفي ومن ضمنها الكوسه. يعني يمكن تستغربوا بس رح فرجيكم قد ايه في انواع وقد ايه في الوان واحجام واشكال اللي انا استغربتهم. خلونا نبلش هيك، رح نشوف الصور ورا بعض ونحكي عنهم شوي. يعني ليك قد ايه في لارا انواع. منبلش بالكوسه الخضراء والصفراء. الصفراء بنفتكر انه هي يمكن عم نحكي عن القرعه، بس هي مش القرعه، هي كوسه. في عنا الكوسه الاخضر وعنا الكوسه الاصفر.
وحتى في عنا اللي بنقلها زوتشيني، جرين ويلو زوتشيني. كمان بننتقل للصور اللي بعدها اللي هي الكوستاتا رومانسكو زوتشيني، اللي هي بنفس الوقت اخضر واصفر وشوي قاسي، بتبقى الشتا منا مالسه. بنرجع في عنا اليلو سكواش اللي هي القرعه اللي بنعرفها، اللي بتبقى عريضه شوي اكثر من تحت وشوي كبار والقشره بتبقى رقيقه. هلا بدنا نشوف النوع الغريب اللي هو الباتي بان سكواش، اللي هو لك قد ايه صغير وانا اول مره كنت بشوفه، ممكن يجي اخضر اصفر او من اللونين. الكوسا سكواش اللي هي بنعرفها، الكوسا اللي نحن بنستخدمها عنا. والزفير سكواش اللي هو بيبقى بنفس الوحده في لونين، اصفر من فوق واخضر من تحت، وممكن تختلف الدرجات اللون بالغمق. وبالاخر في عنا الايت بول زوتشيني اللي هن قصار وملانين، لك شو مهضومين. هلا يعني حبيت احكي بس على هذا الموضوع، والزراعه رح ركز عليها على السريع، اللي هي بتصير بتربه جيده التصريف ولازم تكون رطبه، يعني لازم بتسقى مره بالاسبوع بالطقس البارد ومرتين لثلاث مرات بالاسبوع بفصل الصيف. كمان زهرتها بتكون صفراء، وحسب نحن لشو بحاجه له بنجرب انه نعمل الحصاد. فكرمل هيك يعني يمكن اذا بدنا اياها لاشياء معينه بنصير نطول فتره انه نصير في حصاد ولا لا. هلا اليوز اوف ذا اكريكلتشر، الفقره الخامسه، رح نشوف وين يستخدموا هودي اللي شفناهن. تقريبا طعمه السمر سكوش كلها بتتشابه، ويستخدموا اكثريتهم بالسلاد مثل ما بنعرف. هلا بدنا نشوف انه الباتي بان سكواش اللي شفناها شوي شكلها هيك مجعد، هيدي للزينه اكثر شيء تستخدم، وبيكون شوي مقرمشين. الايت بول اللي هن مبرومين بيكونوا للحشوه اكثر شيء، يعني بيستعملون لحتى يحشون مثل ما عم نشوف بالصوره. واكيد في خبز بيستعملوه للكوسه، يعني بيعملوا الخبز من الكوسه وكمان الكعك، وهون بننطر الكوسة لحتى تكبر وبذرتها كمان تقسى ليقدروا يطحنون. كمان فينا نستخدمهم للتاكو بالكبيس بصناعة الشوكليت دونات، سيد اللي استغربتها. وكمان هون أكتر شيء بالدونات بيستعملوا القرع الأصفر. أكيد أبيتايزرز، بيتزا، ممكن يستخدموا مقليين مشويين، سوب أو بالجالات. وهيدي معلوماتنا اليوم باليوز اوف ذا اكريكلتشر. يعني قد ايه في قصص غريبة ما كنا نعرفها عن الكوسة. صحيح، أنواع الكوسة. هلا معك ستوري أوف هوب لارا. يس، رح ننتقل نحكي اليوم عن سر النجاح. فبين نحن العالم ما فيه ينجح، بيوتنا ما فيها تنجح، مجتمعاتنا وأعمالنا ما فيهم ينجحوا إذا نحن ما بلشنا من حالنا نكون عم نزرع بحالنا النجاح. رح نحكي هيك عن قصة سريعة صارت مع شخص. من هو صغير كان يرافق بيو على صيد السمك بجزيرة. وكان مرة عم يصطاد هو وبيو، بيقوموا تقريبا صب الساعة 8 قبل غروب الشمس، زدت الأكل طعم السمك وطلعت له سمكة ذهبية كبيرة. هيدي السمكة عادة ما لازم يكونوا عم يصطادوها بهيدا الوقت، عندهم تقاليد معينة تصطاد بالليل، قوانين يمكن كمان. قوانين معينة. فبيو بيقول له رجع زدتها لأنه كانت بعدها عايشة. يعني هو طلب بيو انه كيف انه هيدي الذهب، انه هيدي السمكه كل العالم تتمنى يكون عنده اياها. قال له زدتها لانه هلا مش وقت انه نكون عم نصطادها، مثل ما عم تشوف بالصوره هيدي السمكه الذهبيه الكبيره بكبها. وما كان فهمان ليش انه كبها. يعني حاليا بعد 43 سنه الشخص هلا صار مهندس كثير معروف بنيويورك، عنده اولاده وكمان بياخذهم على هيدي الجزيره وبيتصيد فيها سمك. عطول كل ما يتصيد سمك مع اولاده بيتذكر شيء اللي صار مع بيو، واخذ منه مثل درس انه كل شيء بوقته، كل نجاح رح يصير بوقته، والنجاح ما بيصير اذا تخطينا القوانين. يعني نحن الحقيقه والقصص الصح اذا عملناها رح نوصل لنجاح احسن. مش حلو نكون عم نختصر الاوقات او المبادئ او القوانين كرمال نوصل للهدف بطريقه اسرع. فهيدي النوسيون عطول مرافقته، عطول بذكر اولاده فيها من وراء قصه سمكه كان هو وبيو فيها. وبالرغم من انه يمكن كانوا لوحدهم ما حدا اشعهم يعني بوقتها، فحتى لو ما كان حدا شايفهم البي قرر انه يقول له لابنه ويعلمه هيدا الدرس اللي رافقه كل حياته. 100%. كثير حلوه القصه اليوم. ننتقل لاخر فقره. يس. اللي هي البانز مع شرب الصيغ، وهالمره نحن خلطنا الكوت
مع البانز. الكوت رح تكون هيك، جربنا نجيبها شوي عن العيون لانه كان موضوع الفقرة الساينس عن العيون، اللي هي لمارسيل بروست واللي هو كاتب وناقد فرنسي، اللي بيقول The true travel of discovery is not about discovering new perspectives but rather having new eyes of things. يعني ترجمتها هي سفرة الاستكشاف الحقيقية ليس باكتشاف آفاق جديدة وإنما رؤية الأشياء بنظرة جديدة. يعني يمكن نحن مشاهدينا منسافر لحتى نشوف أشياء جديدة، بس نحن بالفعل فينا نشوف الأشياء بنظرة جديدة، وهيك بنكون بالفعل عم نسافر وعم نتعرف على أشياء جديدة يمكن نحن قاعدين بمحلنا. يعني عن جد اليوم فابيان الفقرات كانوا كتير غنية، وأنا حبيت كتير، تعرفت على الكوسة، تعرفت على أنواع العيون، تعرفت على القوانين. بدي أتشكرك بهالحلقة، وأنت كمان المعلومات كانوا كتير حلوين اليوم. وبدنا نقول لمشاهدينا مثل العادة بنلتقى فيكم جمعة الجاي بأسبوع جديد بمعلومات جديدة. انطرونا كل يوم على الساعة 8:15 الصبح، ومنقلكم باي.